وهي تقول، لاحظ، وهي تقول هذا الكلام البليغ والبيان الفصيح بقلب شجاع وإرادة قوية وكلام لا يفهمه إلا أهلوه، وهي من العمر برشقدها سبحان الله، وهي من العمر حوالي 19 سنة أو أقل. إنها شابة صغيرة ولكنها المعجزة الكبيرة، فهل في العالم اليوم أو في أي يوم واحدة تستطيع أن تتكلم رجل عمره 19 سنة يتكلم بمثل ذلك؟ ماكو حبيبي. تستطيع، فهل في العالم اليوم واحدة تستطيع أن تتكلم بمثل هذه المضامين العالية؟ وهل في أجيال الإسلام وغير الإسلام مثل ذلك؟ ما موجود طبعا. كلا، حتى بنات الملوك والمثقفات والواصلات إلى درجات عليا في الدنيا والآخرة أو في الدين، وإنما كان ذلك أمرا فريدا حسب مستواها العالي بصفتها بنت الرسول وزوج الوصي وأم الحسنين سلام الله عليهم أجمعين. لاحظوا سبحان الله، حتى زينب العقيلة سلام الله عليها على عظم جهادها لم تكن مثل الزهراء سلام الله عليه. الزهراء أبلغ نطقا أكيدا، هاي وحدة، وثانيا أصغر عمرا أكيدا، ربما 20 سنة الفرق أو أكثر. زينب كانت أكبر في زمانها من الزهراء في زمانها، فهل 20 سنة ما تروح قطرة؟ لابد أنها هي شنو، مجربة وواعية واجتماعية، لعله نقدر نقول أنه إلى باب جواب تحكي. أما وعد 19 سنة فهذا هو المعجز الباهر الذي لا معجزة مثله.